السلام عليكم، أنا سامر أصيل. اليوم راح نحكي عن الدبل سلاش والترابل سلاش. الدبل سلاش هي اللي بنستعملها في نكتب كومنت ملاحظات. فكمثال ممكن إنه نحط ملاحظة في الكود. أنا عملت كود هيك سريع، عبارة عن نافذة فيها زر. هذا الزر إذا ضغطت عليه بيعمل قسمة بين رقمين، نفرض إنه هذا اثنين، بيعمل قسمة بين رقمين. لكن عملية القسمة أنا حطيتها بفانكشن لحالها، بتفحص إذا كان الرقم الثاني هو صفر فبيعطي خطأ، إذا كان ما في مشكلة فهو راح يعمل عملية القسمة. كتبته بهذا الشكل حتى أوضح المثال، ممكن ينكتب بطريقة تانية. هذا هو كل الموضوع، يعني لما بعمل كليك على البطن بياخد الرقمين بيعمل لهم قسمة وبيطلع النتيجة في مسج، والإجراء القسمي هو إجراء أنا حطيته هون لحاله. طيب الدبل سلاش واللي هي بنستعملها في الكومنت ملاحظات، يعني مثلا ممكن اقول هون مثلا set values ملاحظة، دبل سلاش نقول do divide، مثلا ملاحظة هون على السطر اللي بعده نقول هون show result in dialog. إذا كتبته بالعربي كمان ما في مشكلة، يعني الموضوع هذا هي الدبل سلاش، وأعتقد الكل بيعرفها ما في مشكلة عليها. الترابل سلاش واللي هي بيسموها الـ XML Documentation Comments، إنك تعمل دوكيومنتيشن للكود تبعك. مثال إذا وقفت على كلمة show message راح تشوف إنه هو عم بيقول لي إنه هو procedure موجود، هذا هو البروسيجر في سيل دوكيومنت هو شو مسج، هذا هو شكله موجود بالفي سي ال ديالوج باس عند السطر 6700 وكذا، وعم بقول لي انه في عندي بارامترات هو مسج من نوع سترينج. هذا هو الدوكيومنتيشن كومنتس. كيف ممكن انا اعمل شيء خاص لعندي للفانكشن اللي عملته انا؟ اذا وقفت على الفانكشن اللي هو هون الديفايد اللي انا عملته، اذا وقفت عليه شوي راح اشوف راح يطلع لي الدايرة ويقول لي هو فانكشن موجود في اليونت واحد، موجود عند السطر 16، فيه بارامترين ال A وال B، لكن ما في شرح، يعني ما هو مشروح بشيء. فالمهم هلا حاليا راح نشتغل على شيء اسمه ترابل سلاش واللي هي XML Documentation Comments، وببساطة بتروح عند الفانكشن وبتوقف قبله، ان كان فانكشن ولا بروسيجر ما في مشكلة، وقف قبل الفانكشن. قبل الفانكشن عمل 3 سلاش. هلا رح نكتب بصيغة XML. أول وحدة رح نتعلمها اللي هي summary. نفتح السمري ونسكر السمري فرد مرة حتى ما ننسى تسكيرها. ممكن تكتبها على أكثر من سطر ما في مشكلة. على كل حال إيش بتريد تكتب هون؟ مثلا إجراء يقوم بحساب، أو مثلا يقوم بقسمة عددين. هذا مهمته، هي حطيتها في السمري. هلا اذا وقفت على كلمه ديفايد راح تشوف انه عم بيقول لي هو اجراء يقوم بقسمه عددين. هذه هي الترابل سلاش. انت ممكن تكتب فانكشن حتى ما تنسى بعدين هو ايش بيشتغل، او اذا ردت تعمل مكتبه او تعمل اي اجراءات وردت تعطيها لاي شخص، فممكن هو ببساطه اثناء كتابه الكود ممكن انه يوقف على الاجراء هون، او مثلا ممكن يكون عم يكتب شيء وصل لهون راح لحاله يطلع له ويقول له السمري هو كذا. تاني شغلة ممكن تحطها واللي هي بارام. البارام هي البارامترات، فالنيم أول واحد راح نسميه مثل ما مكتوب، يعني مثل ما أنا كتبه A و B، فأنا راح أسميه هذا مثلا أقول له النيم تبعه هو A مثلا. خلينا نسكر البارام ونقول مثلا نشرح عن هذا، نقول الرقم الموجود المراد قسمته مثلا. ممكن ناخد واحد تاني ممكن نشيله، البي نقول له هو مثلا مقسوم عليه مثلا. فانا اذا وقفت عند الديفايد راح يقول لي الاي هو من نوع دبل، هو الرقم المراد قسمته، البي هو المقسوم عليه. حتى اثناء الكتابه، يعني اذا كان هو عم يكتب المستخدم او المبرمج اللي عم يكتب ديفايد، اذا وقف شوي راح تشوف انه مباشره هون عطى السمري وعطى الاي المراد قسمته والمقسوم عليه، شرح للفانكشن، كومنتس لشرح الفانكشن. في شغلات ثانيه كمان اضافيه راح ناخذها واللي هي الريتيرن.
returns لازم تكون returns. ونسكر الريتيرنز ونكتب بداخل الريتيرنز هو الشيء اللي راح تحكيه عن النتيجه. فانت ممكن تقول مثلا نتيجه القسمه مثلا. فنشوف النتيجه شلون طلعت. ما مثلا ديفايد افكت شوي عنده راح نشوف انه هو بيقول لي اجراء القسمه والنتيجه. نتيجه الفانكشن راح ترجع لي نتيجه القسمه. فهي هن اهم ثلاثه موجودين. ممكن في عندي شيء اسمه ريماركس اذا حبيت احط ملاحظات اضافيه. مثلا ممكن احط ملاحظه انه مثلا واللي هي ريماركس. خلينا نسكرها ريماركس. طبعا برجع بقول لك انت بتكتب بصيغه XML. ممكن تقول في حال كان المقسوم مقسوم عليه في حال كان مقسوم عليه صفر سيتم مثلا سيظهر اكسبشن او اي شيء انت تكتبه اللي بدك اياه. فهدول هن اهم ثلاثه او اهم واحده اثنتين ثلاثه اربعه اربع اهم اربع تاجات في الاكس ام ال دوكيومنتيشن كومنتس. هلا اذا انا وقفت هون راح اشوف انه عم بيقول لي ممكن اذا كان طلعت لفوق هيك توسع اكثر. اذا وقفت على الديفايد هبقول لي هو اجراء يقوم بعددين A و B. هدول البارامترات اللي موجوده. النتيجه هي نتيجه القسمه. في حال كان المقسوم عليه صفر سيظهر خطا. ملاحظات انا سجلتها. هذا هو التربل سلاش اللي هو XML documentation او documentation comments. وهذه هي الدبل سلاش اللي بتحكي عن comments في الكود اللي هو بيتجاهل الكومبايلر. هذا كل شيء للدرس. بشكل سريع ملخص سريع او ملاحظه سريعه. الدبل سلاش الكومنتس هذا بيتجاهل الكومبايلر. هذا كل شيء عن درس اليوم. ملاحظه سريعه. كل شيء كتبته في الكومنتس او كتبته في الدوكيومنتيشن كومنتس ما بيروح للتنفيذ. يعني ما بيروح للاي اكس اي. الكومبايلر بيتجاهله تماما. فقط هي ملاحظات لك او لغيرك حبيت تعطيه هون. ولا تبالغ في كتابتهم. يعني انا سجلت كتير. يعني سجلت السمري والبارامترات وكذا. مثلا البارامترات ما في داعي لهم. الامر واضح. ممكن من الكود اذا رجعت للكود اشوفهم بسرعة. اعرف انه الـ A هو المقسوم والـ B هو المقسوم او الـ B هو المقسوم عليه. لا تبالغ فيهم لانه بيصير في مسافات كبيرة قبل الفانكشنات وبيصير الكود شوي صعب قراءته او انك تلاقي الاجراء. فلا تبالغ فيهم. بيكفي انك تحط ملاحظات. هو غالبا انا بستعمل السمري. شرح سريع اذا كان الامر ما هو واضح. يعني الفانكشن من اسمه بيكون واضح. اذا كان اسمه ما هو واضح فاحط سمري. خاصة اذا كانت عم تعمل مكتبة لغيرك او لحدا تاني يستعمله او انت في عندك كود مهم عارفان انه انت رح تستعمله بعدين او بترجع له بعد فترة طويلة اكيد انت متنسيان كل التفاصيل. فهذا ممكن يعطيك شرح سريع. في شوية في غير السمري والبرامز والريتيرن والريمارك في تاجات تانية اضافية موجودة. انا رح اترك لكم الرابط الشرح اللي فيه كل القائمة اللي ممكن تستخدمها في الـ XML documentation comments. بكل الاحوال هذا هو كل شيء عن درس اليوم ويعطيكم العافية.